كنا بنتكلم عن فكره التحكيم. نعم. وقلت نقطه مهمه جدا، حكم الساحه اكيد لازم يرجع للتقنيه ويبص في الشاشه والحلقه، لكن في بعض الحالات انت ممكن تكون قلقان ممكن تحصل ما بين حكم الساحه وحكم الفار، ده بشكل عام مش على المباراه بكره بس بنتكلم بشكل عام. زي مثلا حالات ان حكم الساحه يحس ايه بالاحراج انه يحرج زميله لو هو راح وشاف السكرين او الشاشه، يقول لك ايه انا زميلي اكد لي ان الكره دي مثلا ركله جزاء، فخلاص انا عشان الراجل ده برضه فيه عشره عمر ما بيني وما بينه، فبقصد مش عايز ازعله وما كسفوش، فانا هحسبها لان هو ايه اكد لي. لا، بكره مفيش مساحه لدي. صح، دي بقى نقطه مهمه. بكره مفيش مساحه لدي، لان احنا بنقول ان بكره تجربه. وبصراحه اللجنه الثلاثيه الموجوده قاومت وحاربت عشان تنفذ قرارها بوجود التحكيم. اوكي خلاص، وكل احنا معترضين على التوقيت طبعا. بس اوكي، انتوا بتاخدوا القرار، تحملوا مسؤوليه القرار اللي انتوا خدتوه ده، مفروض طبعا من صفات الرجل المسؤول اكيد. فلازم بكره تبقى انت في السيف سايد، او انت مامن نفسك من كل الجوانب. وطالما ان القانون بيقول لك انت تقدر تاخد قرار واللعبه لايف، وتاخد قرار مع الفار في الايربيس تتكلم معاه، وتاخد قرار انك تروح للسكرين وتتاكد تاني وتالت ورابع، فيا ريت يعني ايه ما نعملش فيها يعني فاتحين صدرنا قوي وفرحانين ما نكبرش يعني. بالظبط، ما نكبرش وناخد القرار بعد تاكيد اول وتاكيد ثاني وتاكيد ثالث، عشان نبقى ضامنين ان مفيش قرار بكره في امور مصيريه، في اخطاء، في فاول، في اوت، كورنر مقبول، بس طبعا ما ينتجش عنه في جول، لو نتج عنه هدف هتحصل نفس الحاجه. فاهم حاجه يبقاش في اي مشكله في اي قرار يؤثر على نتيجه المباراه. هل احنا يا كريم عندنا سياسه لتطوير المستوى الفني للحكام؟ هل الاتحاد المصري لكره القدم عنده سياسه واضحه لتطوير المستوى الفني للحكام؟ لجنه الحكام عامله سياسه للتطوير ده، ولا كل حكم ومجهوده الشخصي وبيطور من نفسه باجتهاد شخصي؟ هو ده اللي موجود دلوقتي ولا ايه بالظبط؟ لا، انا باخد الجزء الثاني من سؤالك. اجتهاد شخصي. اجتهاد شخصي، ده اللي انا شايفه من زمان، من ايام الكابتن جمال الغندور، حتى ايام الكابتن محمد حسين. دايما بنشوف احنا دايما بنشوف ان هو بيطلع لنا حكم بيقول عليه ده افضل حكم في مصر. عمرنا مثلا ما جينا فتره كده قلنا ايه دول افضل حكمين في مصر، او دول افضل ثلاث حكام في مصر. دايما عندنا البطل يعني ايه الاوحد. فطالما ان عندك البطل الاوحد في اي مجال، فاعرف ان هنا المجهود الشخصي اكتر من المجهود الجماعي. لو في مجهود جماعي ده ان وجد اصلا. نعم، ان وجد المجهود الجماعي طبعا أساسي. طبعا طبعا اللي ان في مجهود جماعي هتلاقي مستويات قريبه بالظبط، تلاقي الناس كلها قريبه في المستوى. لكن احنا مشكله بصراحه ما عندناش خطه يعني، بقى لنا كذا سنه. لا، بقى لنا كذا سنه عندنا مشكله. ده بقول لك حاجه، كابتن ابراهيم نور الدين حكم مباراه الاهلي والزمالك في الدوره المجمعه لموسم 2013 2014. الهدف اللي جابه احمد توفيق بالخطا في مرماه، وساعتها كان مباراه على فكره مباراه صعبه جدا جد. وايه وبطوله مجمعه وهو مباراه واحده مفيش يعني ذهاب واياب، وموضوع كان وتقبلنا عشان الظروف ساعتها وكل حاجه. وانا في وجهه نظري انه اداره المباراه بشكل جيد، مباراه ما كانش حد عنده اي مشكله فعلا تحكيميه في المباراه دي، والناس كلها قالت اوكي تمام. بس الظروف وقتها غير الظروف دلوقتي. فاهم. لا، بتكلم هنا على اداء الكابتن ابراهيم نور الدين اداؤه كحكم ردا على سؤال امين. كابتن ابراهيم نور الدين في مباراة في الموسم ده احنا قلنا عندنا حكم فعلا شخصيه وقوي، وقدر يديه المباراه بشكل جيد وخرج بيها لبر الامان، وقلنا دي كانت فير يعني. حتى ساعتها المباراه دي كانت ممكن تخلص بسكور للنادي الاهلي، رغم ان نادي الزمالك ضيع بنالتي. كان النادي الاهلي ساعتها كان بيلعب بلعيبه شباب وضيعنا كم هائل من الفرص. المفروض انا في وجهه نظري لما اقول لك المباراه دي في موسم 2013 2014، يبقى النهارده انا بقول لك ان الكابتن ابراهيم نور الدين في خلال ست مواسم الكيرف بتاعه والمستوى بتاعه طالع. انا بشوف الكيرف بتاع الاداء التحكيمي للكابتن ابراهيم نور الدين حصل فيه خلل كبير، وبدا يتراجع بسبب اخطاء. الامانه انا من الكابتن ابراهيم نور الدين على مستوى شخصي انا بحبه جدا امانه، وكلنا بنحبه بصراحه. لما بنعرف الكابتن ابراهيم نور الدين هيحكم مباراه كلنا بنحب نتفرج عليه، انه هيحصل فيها لسه راجع من جنوب افريقيا، كان بيدير مباراه كايزر تشيفز والوداد. مش عايز اقول لك الاعلام في جنوب افريقيا قال ايه وكتب ايه. كان والله بص، رغم ان قراراته في المباراه كانت صالح يعني صح بنسبه 90%. الكابتن ابراهيم نور الدين فعلا ما بيتحملش على حد بعينه. هو ما تفهمش، هو بيبقى عنده وجهه نظر مختلفه، هو عايز ياخد وجهه نظر مختلفه. وانا طبعا كنت قعدت فتره
كنت بحلل يعني مباريات الدوري المختلفه في احد الاذاعات، فطبعا كنت بعيد عن مباراه الاهلي والزمالك. تمام. فتعرضت مباريات كتيره للكابتن ابراهيم نور الدين، فكنا دايما قبل الاستوديو قبل التحليل دايما نتفق مين هيحكم، الكابتن ابراهيم نور الدين، بس استنى في لقطه في المباراه دي. فانا في وجهه نظري يا امير لازم الحكام فعلا ولجنه الحكام واتحاد الكوره يعمل على تطوير الحكام من على مستويين الشق النفسي طبعا، لان المباراه بكره للامانه مش بدني. عايز اقول لك من الكواليس. نعم. ودي معلومه بقى يعني من الكواليس. اتفضل. كابتن وجيه احمد رئيس اللجنه كان مرشح ابراهيم نور الدين للمباراه بكره. مهندس احمد مجاهد هو كان وجهه نظره ثانيه خالص. محمود البنا مصنف رقم واحد. نعم. هو يدير هذه المباراه. وبالفعل انا في وجهه نظري بصراحه كابتن محمود البنا واحد في الوقت الحالي واحد من افضل الحكام على الساحه المصريه، زي برضو الكابتن بحب على مستوى الشخص ده وجهه نظري انا ككريم سعيد، الكابتن احمد غندور انا بشوف حكم جاي بشوفه ان هو بصراحه بوتنشال جدا 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 بس تصنيفه رابع. نعم يعني تصنيفه جاي بعد ابراهيم نور الدين وامين عمر و... ما قلت لك محمد معلش لما اقول لك الكابتن ابراهيم نور الدين هو اللي ادار مباراه 2013 في 14 والنهارده احنا بنتجادل على المستوى، يبقى معلش ادي احمد غندور برده فرصته. صح. يعني محتاج ياخد فرصته. فالراجل برده شغال بشكل جيد جدا وبشوف ان هو بوتنشال، بس في الامانه اختيار طالما اتفقنا بكره مباراه بتحكيم مصري، فانا في وجهه نظري الشخصيه كابتن محمود البنا كويس وربنا ان شاء الله. طيب. يوفقه ويكرمه يا رب.